قناة أخبار النجوم. إذا عجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وياريت تشاركوا الفيديو مع أصدقائكم، وشكرا لدعمكم حتى وصلنا لمليون مشترك. يقضي محمد صلاح المحترف في صفوف فريق ليفربول ولاعب منتخب مصر أجازة استجمام في مدينة الجونة بالبحر الأحمر عقب موسم طويل توج في نهايته ببطولة دوري أبطال أوروبا. ونشر محمد صلاح عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي أكثر من صورة خلال رحلته، كان أبرزها صورة يحمل فيها سمكة كبيرة بيده وأخرى تحمل ألوانا مختلفة، وسط حالة تفاعل كبيرة من جانب متابعيه سواء في مصر أو إنجلترا والعالم بين المزاح عن السمكة التي أنقذها صلاح من الغرق تارة والإشادة بالصيد السمين تارة أخرى. ولكن في ظل التعليقات كان هناك مغردين على موقع تويتر ممن طالبوا محمد صلاح بالتوقف عن صيد السمك في الجونة، لا سيما وأن هيئة الثروة السمكية أصدرت قرارا بإيقاف الصيد في البحر الأحمر من أجل تحقيق التوازن البيولوجي ومنح الفرصة لأمهات الأسماك بالبحر الأحمر للتفريخ لزيادة الإنتاج السمكي. وتواصلت الوطن مع المهندس محمود سالم رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بهيئة تنمية الثروة السمكية للوقوف على حقيقة قرار إيقاف الصيد بالمحافظة الساحلية ومدى ضرر صيد الأسماك خلال هذه الفترة. وقال سالم في تصريحاته إنه بالفعل هناك قرارا من الهيئة بوقف الصيد منذ شهر أبريل الماضي وحتى شهر أكتوبر المقبل، سواء على مستوى الصيادين المحترفين من مستخدمي مراكب الصيد أو حتى الهواة. ودافع سالم عن محمد صلاح قائلا أكيد ما يعرفش حاجة عن القرار ده، ولو يعرف ما كانش عمل كده، لأنه ما عودناش على انه يفعل الخطأ. وبعدين ده صلاح يعني. وحسب المصادر القريبة من صلاح بدأت رحلة الصيد الساعة 11 ظهر امس الاثنين على مركب سياحي خاص انطلق من ميناء مارينا الغردقة دون وجوده، فيما انضم الفرعون المصري لاصدقائه بالوصول لهم بزورق سريع يستخدمه عن طريق البحر قادما من الجونة. وحصل صلاح على إذن من الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة المكسيكي خافير أجيري من أجل قضاء أجازة قصيرة قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية، وهنشوف أسرار تانية عنه. خاض المصري محمد صلاح نهائي دوري أبطال أوروبا ورفقة فريقه ليفربول أمام توتنهام على ملعب واندا متروبوليتانو السبت 1/6/2019، وسجل محمد صلاح هدف التقدم لليفربول في الدقيقة الثانية من ضربة جزاء. وظهر محمد صلاح وهو يشرب الماء تزامنا مع توقيت صلاة المغرب في أسبانيا الساعة 9:30 مساء. وهنا الصورة هي مبينة الدقيقة 39، وهي المباراة ابتدت الساعة 9 بالليل، يعني 9:39 دقيقة. ومن ناحية أخرى خلال مؤتمر صحفي أجري مؤخرا خاص بنهائي دوري أبطال أوروبا، تحدث يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي عن احتمالية صيام نجمي فريقه المصري محمد صلاح والغاني ساديو ماني في المباراة المنتظرة أمام توتنهام الإنجليزي، حيث قال المدرب الألماني أن هناك العديد من الأمور في الحياة أكثر أهمية من كرة القدم. وأوضح كلوب بقوله أنه ليست لديه أي مشكلة مع صيام لاعبي ليفربول، فهم دائما رائعين ويقدمون أفضل ما لديهم في الملعب سواء كانوا صائمين أم لا. وأضاف يورجن كلوب أن صلاح وماني كثيرا ما كان يأتيان متأخرين إلى غرفة الملابس لأنهما كانا يصليان، مؤكدا أنه يحترم هذا وليست لديه معه أي مشاكل. وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه أنا أشعر ببعض الراحة بخصوص عائلتي لأنني في كل أجازة ماضية كنت أسافر معهم في العطلة بميدالية فضية وهذا لا يجعلني سعيدا. وأضاف أن هذا الفوز من أجل الجماهير
ولكنه من أجل الملاك كذلك، لأنهم لم يضعوا أي ضغط حقيقي علينا، وكانوا يقدرون كيفية التطور الذي نقوم به، كانوا يدرسون الخطوات التي نقوم بها. وأوضح، هذا الفوز كان من أجل اللاعبين كذلك، لقد كنا كلنا نبكي في الملعب لأن الأمر كان عاطفيا للغاية وكبيرا، وكان يعني الكثير بالنسبة لنا. وهنا وهم بيحملوه على الأعناق ويرفعوه مبتهجين بالنصر، وادي محمد صلاح بيرفع الكاس لفوق لفوق لفوق. ومن ناحية أخرى، تداول النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك صورة للمشجعة الشبه عارية والتي اقتحمت ملعب نهائي دوري الأبطال واندا متروبوليتانو بمدريد أثناء مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-2019 بالزي الإسلامي أثناء زيارتها لأحد المساجد في مدينة أبو ظبي، ودي صورتها اللي أثارت الجدل بالحجاب. وهنشوف رد فعل صلاح أما شاف إن هي اقتحمت الملعب. اقتحمت مشجعة ملعب واندا متروبوليتانو معقل مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم الذي يستضيف الفريقان في إطار نهائي دوري أبطال أوروبا، وتدخلت قوات الأمن الموجودة في الاستاد فور دخولها، وذلك في الدقيقة 18 قبل أن يستأنف اللعب مرة أخرى مباشرة من قبل حكم المباراة. وتجنب المصري محمد صلاح النظر إلى المشجعة العارية وقام بإبعاد نظره عنها، حيث التقطت العدسات صلاح وهو يدير وجهه لحظة اقتحام المشجعة لأرض الملعب. ودي الصورة اللي التقطت وهم بيطلعوا المشجعة الشبه عارية ديت خارج الملعب وهو مش عايز يبص لها. من ناحية أخرى، احتفل النجم المصري محمد صلاح بعد تسجيل هدف فريقه ليفربول الأول ضد توتنهام على طريقته الخاصة خلال المباراة. وأثار محمد صلاح الجدل باحتفاله بهذا الهدف بتلك الطريقة الغريبة والتي وضع فيها يديه على أنفه وأخرج لسانه للجماهير. دي الطريقة الغريبة، لو حد يعرف سرها يا ريت يكتب لنا في التعليقات. وهنشوف بقى حاجات تانية وقصة حبه لزوجته دلوقتي. احتفل المصري محمد صلاح لاعب ليفربول مع زوجته ماجي وابنته مكة أمس الأحد 12 مايو 2019 بنيله الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وإن تشاركه هذه المرة مع لاعبين اثنين. وبعد الفوز على وولفر هامبتون 2-0 الأحد في المرحلة 38 الأخيرة، احتفل صلاح على أرض الملعب بالحذاء الذهبي بعد تسجيله 22 هدفاً تساويا مع زميله في ليفربول الدوري السنغالي ساديو ماني ومهاجم أرسنال الدولي الغابوني بيير إمريك أوباميانج. هنا وهو بيحتفل بالحذاء الذهبي، ألف مبروك. وهنا مع مراته ماجي، وهنشوف قصة حبهم بعد شوية منذ الصغر. هنا لقطة جميلة برضو مع ماجي وبنته. ورافقت صلاح على أرض الملعب زوجته وابنته التي حظيت كما حدث العام الماضي بتشجيع جمهور ملعب الأنفيلد عندما جرت بالكرة بمفردها على العشب قبل أن تودعها شباك المرمى على وقع الصيحات والتصفيق، حسبما أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي. هنا وهي بتجري بالكرة وهتدخلها الشباك. ونشر اللاعب صورة عبر حساباته على مواقع التواصل وهو يحمل الحذاء الذهبي وطفلته واقفة إلى جانبه مع تعليق ساخر قال فيه: نعم أعرف أن لدينا مثله في المنزل لكن هذا جديد. ربنا يوفقه. فخر العرب. هنا مع مراته وأنا فرحانين ببنتهم مكة. صور جميلة عائلية في أرض الملعب. ومن ناحية أخرى، أبدى محمد صلاح سعادته الكبيرة بتتويجه بجائزة هداف بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم. وقال صلاح في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: يغمرني الآن شعور من الألم وخيبة الأمل رغم انتصارنا على وولفرهامبتون في الجولة الأخيرة من بطولة
الدوري الإنجليزي. هنشوف ليه دلوقتي. وأكمل بالتأكيد أنا في غاية السعادة لتتويجي بجائزة هداف الدوري الإنجليزي للعام الثاني على التوالي، وهو شعور رائع.